يلا يا منى نراجع كده في السريع اللي احنا اخدناه. بسم الله، احنا اتكلمنا عن اول درس في رياضة ستة ابتدائي واخدنا فيها النسبة، تمام؟ اتكلمنا عن النسبة، قلنا ايه عن النسبة؟ ان هي مقارنة بين عددين او كميتين، لكن عندي شرط. ايه هو الشرط يا ميس؟ ان هما يكونوا من نفس النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ يعني ما ينفعش اقارن ما بين طول وعرض، لا اقارن ما بين طولين، اقارن ما بين عرضين، اقارن ما بين ازهار مثلا بس دي حمراء ودي بيضة عادي، لكن ما ينفعش اقارن مثلا ما بين حاجات مختلفة ما يجمعهاش وحدة قياسية واحدة. ازاي؟ يعني انا دلوقتي بقارن ما بين عندي اختين، واحدة طولها 150 سنتي وواحدة طولها 160 سنتي، الاثنين وحدة قياس واحدة اللي هي ايه؟ السنتي، صح يا منة؟ صح. يبقى النسبة هي النسبة ايه؟ هي المقارنة. ايوه، مقارنة بين عددين او كميتين. عندي هنا تنانين لونها ازرق، عندي اتنين منهم، وعندي كم من الاحمر؟ ثلاثة. التنانين الزرقاء اعتبرها عدد اول او الحد الاول للنسبة، والتنانين الحمراء اعتبرها ايه؟ الحد الثاني للنسبة. يعني اكتب العدد الاول في البسط والعدد الثاني في المقام، صح يا منة؟ صح. حلينا مع بعض الجدول ده، وقلنا لو عندي 5 زهور بيضاء و7 زهور حمراء، فالنسبة بتاعتهم هتكون عبارة عن ايه؟ في البسط العدد الاول، وفي المقام العدد الثاني. قلنا هيبقى عندي 5 إلى 7 أو 5 على 7. وقلنا عندي هنا في النجوم لما جيت أقارن بينهم قلت عندي 1 إلى 3، فممكن أكتبها 1 إلى 3 أو 1 على 3. مين اللي كتب في البسط يا منى؟ اسمه ايه؟ الكتب في البسط اللي هو 3، اللي في البسط 1، تمام. وفي المقام 3. تمام، وسميناهم حدي النسبة، يعني العدد الأول والعدد الثاني بنسميهم حدي، عشان لما أسألك إيه هم حدي النسبة فهتقولي لي إيه العدد الأول والعدد الثاني. واتكلمنا هنا إن أنا مش هينفع أقارن ما بين مربع أو مستطيل وما بين نجوم لأن هما مش نفس الشكل، تمام؟ احنا اتكلمنا اننا عندنا مثلثات، فعادي اقارن ما بينهم، حتى لو المثلثات مختلفة مفيش مشكلة، لكن هم اصلا في الاصل نوع واحد، وده الشرط الاساسي للنسبة. فقلنا هيبقى عندي حدي النسبة ايه؟ العدد الاول والعدد الثاني. حدي الحد الاول هيبقى ايه؟ لا، اثنين. 2. والحد الثاني هيبقى؟ 4. 4. تمام، سوينا من الكتاب مع بعض وعرفنا ازاي اقارن ما بين اجمالي العدد ما بين مثلا عدد والاجمالي بتاعه. يعني مثلا عندي هنا مثلث، عندي المثلثين دول لونهم موف، تمام. وبقول لك يا منى قولي لي النسبة بين مثلثات الموف واجمالي العدد، هتكتبيها لي ازاي بقى؟ 2، ايوه 2 في البسط ايوه و6 في المقام. برافو عليكي، وستة في المقام، لان هو قال لي قارني ما بين مثلثات الموف واجمالي عدد المثلثات، فاجمالي عدد المثلثات هيكون العدد الثاني او الحد الثاني اللي بنكتبه في المقام. بس كده يا منى، ده اللي خدناه النهارده، راجعين عليه مراجعه سريعه كده. اتمنى تكون سهله ويسيره ليكي، لو في حاجه مش فاهماها قولي لي نعيدها تاني. لا، فهمت كل حاجة. تمام، ماشي حبيبتي. كده السيشن بتاعنا خلص النهارده، اشوفك ان شاء الله على خير. إن شاء الله.